السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله نستعرض معكم مكالمة دارت بين فراج الصهيبي وبين السيد محمد الموسوي. السيد محمد الموسوي هذا الشخص الاهوازي الذي صراحة الاهواز والله العظيم لديهم رفض بالفطرة. نعم هم روافض بالفطرة. نستمع بعد قليل الى هذه المكالمة وكيف قام السيد محمد الموسوي مفاجأة هذا الذي يدعى فراج الصهيبي. صراحة هذه المكالمة وأنا ليس بصدد تقييمها إطلاقا، لكن من خلال متابعتي لهذه المناظرات والمحاورات التي تقام بين الوهابية وبين الشيعة، نشاهد هذه المكالمة هي درس لكل معمم أو لكل محاور، وخاصة عندما يفاجئ الوهابي ويتصل بأوقات غير مناسبة بالمحاور أو بالمعمم الشيعي. نترككم مع هذه المكالمة وكيف فقد فراج الصهيبي عقله، وفي أمان الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخ محمد. أهلا بكم. أهلا ومرحبا. الله يحييك شيخ محمد. تأذن لي بسؤال حضرتكم. فراج الصهيبي معك شيخ محمد. من أين الشيخ فراج؟ من الرياض، وأنت معنا على قناة وصال الآن. إذا أذنت لي بسؤال. ومرحبا. الله يحييك. لا شيخ فراج، أنا لحظة شيخ فراج. تفضل. أنا إذا من قناة وصال أطلب من عندك مناظرة وليس مداخلة. الله يحييك، نحن على الهواء الآن. على الهواء معكم أنا. أنا أطلب منك مناظرة وليس مداخلة. وأنا إذا مستعد أنت. وأنا على أقولك على الرحب والسعة. ويا أخي المخرج. طيب. أعطي الشيخ محمد دقيقة ولي دقيقة كاملة. لا 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 اسمعني شيخ فراج. شيخ فراج. تفضل. تسمعني عزيز أم لا؟ أسمعك شيخ محمد. تفضل. إذا تحب مناظرة أنا أبين لك شرائط المناظرة وقوانين المناظرة وعين لك البحث ونبدأ. وأنت تعين البحث. اي نعم. زين ما يخالف، سنتفق ان شاء الله سبحانه وتعالى. انظروا 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 كيف يهرب، انظروا كيف يهرب. جاوبني، اجبني يا شيخ محمد الموسوي. المناظرة لا نهرب منها، بل نجعلها كل الحلقة، مش طرف من الحلقة، كل الحلقة مناظرة.